طيب واحد يقول لك ما اصل الشباب دي برضه يعني لقوا كده. طب يا اخي ما هو ده حرام يعني، هو حتى الشرع جعل انت مش عارف تتجوز، يا غض بصرك وصوم واحترم نفسك وعشان ما تاخدش ذنب. ما هو لو كل واحد عارف ان هو اتخلق في الدنيا دي لعبادة ربنا، فماشي في طريقه كده بيدور على عبادة ربنا وخايف من انه يغضب ربنا فخايف يدخل النار، وبيتمنى ان ربنا يرحمه فيدخله الجنة، اكيد تصرفاتنا هتختلف، اكيد هيبقى احنا حالنا مختلف. مش كده، مش نهيبة هي، مش يعني ان قدرت على حاجة بيت ابوك وقع خد لك منه قالب، لا. بعدين ده وطنك، ده بلدك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان بيخاطب مكة كده، انت احب بلاد الله الى الله وانت احب البلاد الي، ده حب الاوطان. فانت ازاي تفجر، ازاي تكسر، ازاي تخرب؟ وبعدين في الاخر تقول لك بحمد الله والاسلام يا راجل يا راجل، يعني ده مرار طافح. الحمد لله ازاي يعني؟ ده هو ربنا امر ان سيروا في الارض، عمروا في الارض كده عموما يعني. حتى غير المسلم لو عمل اي اعمار في الارض ربنا بيكافئه في الدنيا بخير بيجيله، يعني بشهرته، بثناء الناس عليه، بجوائز بياخدها، ده كله رزق من عند ربنا لانه قدم خير، لانه عمل حاجه يعني. لكن انت تيجي تبص تلاقي الناس عماله تخرب، الخراب ده ما جاش في اي شرع خالص يعني. ما ينفعش ده. احنا حتى لما تيجي تقرا في سيره النبي صلى الله عليه وسلم، لما عملوا الصلح اول حاجه عملها قال للناس ازرعوا وقلعوا بقى واشتغلوا، يعني اعملوا تنميه واعملوا حياه. والاسلام مش ضد كده، حتى لو هتتكلم في الزهد اعمل الحياه وازهد، يعني اشتغل ونمي وازرع وكبر واصنع وخلي عندك الاموال قد كده، وما تاكلش كتير يعني، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا بس عندك. لكن انك انت تخرب وتقول اصل احنا سنعمل بالاسلام، يا راجل اتلهي يا راجل، بلاش هم يعني مأساة عجيبة الشكل والله، يعني تخريب وتحرش، وهو في ايه ده؟ ايه اللي الناس بتعمله ده؟ يعني احنا ليه كده؟